السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم صابا، إن شاء الله راكم ملاح. موضوع اليوم راح نحكو على المقابلة اللي راح تكون في المدارس العليا للأساتذة وكذلك مدرسة الشبه طبي. موضوع مهم بزاف واللي يخافوا منه جميع الطلبة الناجحين الجدد. في هذا الفيديو راح نحكو على الطلبة اللي قبلوهم باش يدخلوا المدرسة العليا للأساتذة وكذلك مدارس الشبه طبي. قبل لا يدخلوا لازم يفوتوا على امتحان شفهي باش يضمنوا المقعد نتاعهم في ليناس ليكول نورمال سوبيريور. وحسب الخبره اللي عندي اخترت انه نخدموا هذا الفيديو اللي راح نوجهوه لجميع التخصصات. اختاروا العلوم الطبيعه والحياه، ولا اختاروا اللغه الانجليزيه، او اختاروا الادب العربي الى غير ذلك من التخصصات، وكذلك جميع الاطوار ثانوي او متوسط ولا اي بي، وكذلك تخصص الشبه. هنا اول حاجه راح نحكو عليها بعد ما تخرج نتائج التوجيه. بعد ما يقبلوك في احدى المدارس العليا للاساتذه راح يجيك تاريخ اللي تجري فيه المسابقه الشفويه، ولازم عليك تتقيد باللادات اللي يعطوها لك، ولازم عليك تتقيد باليوم اللي مكتوب عندك في الورقه. راح تكون مقابله جد عاديه، ولازم عليك تتجنب الافكار السلبيه. خذ المقابله على محمل جد وحاول انك ما تتوترش. هذه المقابلة راح تكون عادية جدا. المقابلة راح تكون مكونة من أجناس، ونحكو على شبه طبي ورا المدرسة العليا. راح تكون لجنة مكونة من أساتذة الشبه طبي ولا أساتذة للمدرسة العليا للأساتذة. راح تكون من 3 أساتذة وفي الغالب 2 ولا 1. اللجنة هذه مخصصة باش تطرح عليك بعض الأسئلة، وراح يشوفوك اذا كنت في المدرسه العليا للاساتذه راح يشوفوك اذا كنت تصلح للتعليم ولا لا. اما اذا كنت في الشبه الطبي راح يشوفوا اذا كنت تصلح للعمل الاستشفائي ولا لا، يشوفوا اسكورك سليم من الناحيه الجسميه البدنيه والعقليه الى غير ذلك، اسكورك مليح تصلح ولا ما تصلحش للميتي. والسؤال اللي راح يدور في راسكم اللي هو وش هي الطبيعه تاع هذه الاسئله؟ سهله، كل واحد وزهره. كاين اللي يجي سؤال، كاين اللي يجي اثنين، وكاين اللي يجي بزاف أسئلة، وما كانش سؤال معين راح يتكرر عليكم كامل، سما كل واحد وزهرو في السؤال. يعني راح نحاول نحصرهم في 3 جوانب. أولا الجانب الشخصي، الناحية المهنية، ثالثا الناحية المعرفية. هنا جمعناهم في زوج، الشبه طبي والمدرسة العليا للأساتذة. نبدأ على بركة الله الجانب الشخصي. في الجانب الشخصي واش راح يقول لك؟ راح يقول لك عرفني بنفسك، نقولوا بين قوسين السي في نتاعك، احكي لي على روحك، واش هي الهوايات اللي عندك. هذا كامل في الجانب الشخصي. وفي هذا الجانب راح يشوفوا العفويه نتاعك، وما لازمش تكون متصنع، لازم تحكي معهم ألاز وبعفويه، كما لازم ما تحشمش وما تعودش جريء بزاف. وهنا لازم تتجنب التوتر، والثقه بالنفس لازم تكون عاليه بزاف. بعض الأحيان راح يتم استفزازك من اللجنة، والهدف تاع هذا الاستفزاز راح يشوف المعابرة نتاعك في المستقبل مع الوظيفة نتاعك. فوتوا للجانب الثاني اللي هو الجانب المهني. هنا كيفاش راح تكون طبيعة السؤال؟ راح يقول لك وعلاش خيرت مهنة التعليم مثلا، ولا كان في شبه طبي راح يقول لك وعلاش خيرت مهنة التمريض. فهنا لازم تجاوبهم بعفوية، وطلاقة لسان لازم تكون مليحة بزاف، والصراحة هي الصح. بالنسبة للتعليم كاين اللي يقولوا أنا نحب التعليم كحاجة حبيت نوصل لها. كاين اللي يقولوا لخاطر بعد ما تخرج من مدرسة العليا أساتذة راح تصيب ديريكتومو الخدمة ولا المهنة نتاعي. كذلك بالنسبة لعالم التمريض يقول لك علاش خيرت التمريض؟ الانسان اللي يحب الميتي راح يقول له راني خيرت الميتي هذا لخاطركش محبه فيه، والله حبيته كوسيله باش يعالج الناس، باش يداوي الناس، باش يكون اقرب للناس اكثر. وكاين اللي ينظر منظور اخر اللي يشوف انه بعد التخرج راح يكون فيها الخدمه ديريكت. هذه الاجابه الثانيه. وكاين اللي راح تكون الاجابه تاعو سواء في مجال التعليم ولا في مجال الطب والتمريض، العائله تاعهم كامل في هذاك الدومان، سما خيرت انا هذا الدومان باش نشوف وين راحت العائله نتاعي ولا الوالدين نتاعي، كملت المشوار تاعهم. سما على العموم لازم تكون نتايا والاجابه نتاعك والصراحه كامل في دور في مجال واحد اللي هو العفويه.
الجانب الثالث هو الجانب المعرفي. الجانب المعرفي هو حسب التخصص اللي اخترته انت. مثلا اخترت علوم، راح ممكن يعطيك بعض الأسئلة لدور حول العلوم، سما ممكن يمدلك الأسئلة، ما هيش لازم يمدلك، احتمال ضئيل أنه يمدلك أسئلة في المجال هذا. ولا مدلك سؤال مثلا نحكو على المدرسة العليا الأساتذة والله شبه طبي، إذا كانت في حالة فرنسية راح يطلب منك فقرة، راح تقرأ له فقرة، راح تشرح له بعض الكلمات، وإذا كان عنده طابلو مسميه راح يقول لك اكتب لي مثلا فقرة ولا عبر لي في سطر ولا أي شيء بلغة مثلا فرنسية، باه يشوف النيفو نتاعك في التعبير ولا في الكتابة ولا في نطق اللغة الفرنسية. في بعض الأحيان راح تكون أسئلة خارجة تماما على هذه المجالات، في بعض الأحيان راح تكون الأسئلة خارجة على جميع المجالات. مثلا يقول لك باش مشهورة الولاية نتاعك، واش هي الأكلة اللي مشهورة في الولاية نتاعك، إذا كان وقت بارو راح يسقسيك شكون اللي يربح. المهم راح تكون مجموعة أسئلة خارج مجال التغطية، والهدف تاع الأسئلة هذه كامل راح يكون كيفاش تتعامل وكيفاش تجاوب على الأسئلة اللي يمدوها لك، ردة الفعل نتاعك بالنسبة ليهم هم. في بعض الأحيان راح تركز الأسئلة على جانب واحد فقط، كما تقدروا يمدوا لكم في الجوانب في ثلاثة. الحاجة اللي نوصيكم عليها لازم تكونوا عفويين. في الختام نحكيكم على تجربتي الشخصية مع الشبه الطبي، مع الباراميديكال. أولا دخلت مونبرجيري، لقيت زوج مونبرجيري طرحوا لي بعض الأسئلة، نون بريانون تاعك باه يتأكدوا بلي راني أنا اللي راح نفوت هذيك الإكزاما. تجلس، عطوني ورقة مكتوبة بالفرنسية، قريت عليهم هذاك الباراغراف اش كاين فيها، بعد طرحوا لي بعض الأسئلة بالفرنسية، كلمات من هذاك النص، واش تعني هذه الكلمات بالفرنسية، واش هي المادة اللي كنت تحبها في السنة الثالثة ثانوي، وعلاش خيرت هذا الميتي بالذات. قالوا لي كانت عندك بزاف لي شوا، علاش خيرت هذا الدومان وعلاش جيت لعالم التمريض. طبعا الإجابة تاعي كانت حبيت هذا الميتي، دومان أغلبية العائلة كامل في الدومان هذا، وأون بليس دومان كي تخرج راح تسيب ديريكت أمور الخدمة، ماكش راح تتعذب باش تتفركت على خدمة. والحاجة اللي تعجبني بزاف في هذا الميتي هي الإنسانية، راح يشوف الإنسان خو الإنسان وراح يتعامل معاه بإنسانية. التمريض ميتي نوبل. هذه باختصار كانت تجربة نتاعي في شبه طبي. إن شاء الله جميع اللي يقرأ هذا السبيسياليتي وهذا التخصص يعجبه، أكيد دومين مليح. خلونا التجربة تاعكم في تعليقات في القناة. وصلنا نهاية الموضوع، إن شاء الله يكون عجبكم، انتظرونا في المواضيع القادمة. قبل أن نكملوا ما تنسوا الجيم وبرتاج دي قناة باش يوصلك كل جديد. سلام ورحمة الله.